بالبغري عشان محمد سيكستو. السلام عليكم، انا خالد جبل طارق، كنكون في لالينيا وكنجيون هنا للخيزيرات، اجواء مغربيه بحال مليح في تطوان مع الدايد الحومه. انا سير دواء السي محمد مليح معاهم بيساره، تفضل ولي بيسار عندنا بيت تقليديه نقدر بحال المغرب، ما كتقنطش هنا ولا تشوف الغربه ولا تحس بالغربه، فهمتي؟ بحالي في البلاد هنايا دايد تطوان دايد طنجه وهادشي اللي كاين، وجزيره الخضراتي كنفهم نفس بحال مليح في الشمال المغرب، ما كتحسش بالغربه بحال مانضر مدريد برشلونه ولا فوقي كتحس بالغربه. وهادي تسمع المغاربه عايشين هنا بحال الخوت، وكورونا كتدعوا لنا عسى مع كان بورتو مجدود والمغرب مجدوده، من فتحت الاجواء رجعت الى الطبيعه ديالها واحسن من اللي كانت ان شاء الله، زادت زياده الامور وماشي الامور مزيانه، وهنا عايشين اخوان في الجزيره الخضراء بحال الخوت، عايشين مع بعضياتنا مغاربه كاملين بحال الخوت مع بعضياتنا والحمد لله، وبيبان المغرب وبيبان الشعب المغربي وبيبان تطوان تطوان تطوان. اش باش نقول لك، الاجواء اللي كاينه في اسبانيا صراحه مزيانه، ولكن من ناحيه ديال الحاله المعيشيه المواطن في السالير وكذا، واخا يكون كيرباح 1000 اورو 1200، ولكن بالنسبه للمعيشه الحاله المعيشيه ديالو هنايا ما كتكفاهش باش نكونوا واقعيين. انا نجي نعيش انا في المغرب واخا تكون عندي غير 4000 درهم 5000 درهم فيكس، احسن من اسبانيا على 1000 درجه. واش فهمتي كيفاش؟ هادشي اللي كنبغي نوصل لك. ومن ناحيه الحاله المعيشيه هنا على حساب السخره، على حساب تينا كسعر بحال دابا هاد الماكله اللي كناكلوها البيصر هذه معروفه في طنجه. هاد البيصر هذه دابا هنا 3 اورو تسمى عندكم 5 اورو، ولكن غنعملوا مقارنه يعني 100 درهم ماشي هي 30 40 50 60 الاورو، كل حاجه وعندها السيرفيس ديالها. الجاليه في خوش زيرات حنا معامله بحال الخوت، حنايا طالعين ها والدين بحال الخوت، ما كاين لا عنصريه لا تا اسبانيول تا كذا، ما كاينش العنصريه مر في شي جهات اخرين ما نعرف، هادشي اللي كاين. تحيه لجميع المغاربه وبالاخص مدينه القصر الكبير حي الاندلس، ونحن هنا نشتغل يعني جو مغربي 100%. حنا كنمثلوا هنايا الجاليه وكنشتغلوا مع الناس يعني اكله شعبيه، كاينه بحال اللي كيقول البيصاره، وكاين عندنا كل شيء عندنا والحمد لله على اي حال. تحياتي للجميع، يعني جو مغربي 100%. انا قلت قبل كيجيو الناس كيفطروا كذا، هادي مثلا فطور شعبي البيض البيصره، هادي يعني بحال نقولوا في مدينه تطوان ولا في شي مدينه مغربيه، يعني جو مغربي. حنا ما كنشعروش هنا بالغربه. السلام عليكم، معكم محمد من طنجه سائق شاحنه، كنجني هنايا خو زيرات بحال اللي زينا في المغرب، شني كلشي غالي، البيصره 3 الاورو، عند موتشو كتمري 6 دراهم، كلشي غالي هنا، كلشي غلا، كرا غالي، واخا كنبغيو نكريو مع الدراري كلشي غالي. هنايا كنطلعو كنتعطلو شويه عاد كنهودو، ايوا كنصرفو شويه زايد على المغرب، وجاليه شويه تحسنت واحد شويه ماشي شي تحسين. حنا كنطلعو مره على حساب الخدمه ديالنا، شي فورات كنطلعو مره ماشي دائما، وكنشوفو الدراري هنايا هما كيتقاتلو مساكن، مرة خدامين مرة جالسين خوزيرات وصافي، من فوق ما نعرف. المهم هنا الخوزير، كنهضر على الخوزيرات اللي كنطلعوا لها حنا دائما. والنصيحة للشباب اللي باقي خصو يحرك، شنو نقول لك؟ الرزق على الله، فهمتي؟ طلع افتش على رزقه، أما هي ما بقى والو هنايا، فهمتي؟ هما ديالهم هما جالسين. شنو أنا قلت لك؟ هنا كاين كاين الطبيب، كاين يعني كيوقفوا معك، ماشي وإذا تخطيتي مرة مشي ليكليسيا توقفها.